الأطفال الروضة الثانية مع المشروع الثالث حديقة الجميلة مجال العلمي رياضيات. اليوم أحبائي سوف نتعرف معا على بعض الأنشطة التي قامت بها مايا. هل أنتم جاهزون؟ هيا. دخلت مايا إلى عالم الجنيات. قررت تحقيق أمان عائلتها. أولا حولت المكعبات إلى سيارة لأخيها، ثم حضرت قالب حلوى لأمها، وأخيرا نظفت سيارة أبيها. بعد أن استمعنا إلى القصة لنرتب معا صور أنشطة مايا، ماذا فعلت أولا؟ حولت المكعبات إلى سيارة لأخيها، بعد ذلك حضرت قالب حلوى لأمها، وأخيرا نظفت سيارة أبيها. أحسنتم. والآن سوف نقوم بحل بطاقة، لذا أحضر الكتاب وقلم رصاص وممحات. التعليمة هي ألصق بالترتيب صور نشاطات مايا. الرمز هو ألصق. عملا موفقا أحبائي الصغار، وإلى اللقاء، وأنا بانتظار أعمالكم.